سلام، مرحبا بكم معايا في القناة مرة واحدة أخرى. اليوم غنديروا واحد الحلوة، واحد كيكة بالشوكولات اللي مسمات البراوني. يلا مستعدين؟ يلا اونيوا. المقادير تاع الوصفة اليوم هما: عندنا 80 غرام ديال الطحين فور تاع ديما، 120 غرام ديال السكر، سكر فاني ساشي، 200 غرام ديال الشوكولا نوار، 4 البيضات، 50 غرام تاع قرقع، و 100 غرام تاع الزبده. المرحله الاولى ديال الوصفه ديالنا هي غنشدو 200 غرام ديال الشوكولا، غنديروها في طبسيل كبير، غنزيدو معها 100 غرام ديال الزبده، وغندوبوها اما في ميكرووند ولا غندوبوها في بانيو ماريا، في هذيك حمام مريم. بعد ما ذوبنا الشوكولا ديالنا مع الزبده، حركوها بشوي بشوي باش يتخلطوا مزيان مزيان، وخليهم دابا يستريح شويه الشوكولا ديالنا، ونمشيو ليطاب الثانيه. دابا ليطاب الثانيه غنشدو 4 بيضات ديالنا، اجي انت في غاده، بعد ما شدينا 4 البيضات ديالنا حليناهم، نخلطهم شوي بشوي. نخلطو السكر ديالنا بشوي بشوي. نزيدو الطريان بشوي بشوي وما نحبسوش الشوكولاط، كيتخلى فينا مزيان السكر ديالنا حتى تولي الموت. نوقفو التحريك ديالنا بشوية بشوية، منوقفوش بالطاقة. دابا غنبقاو نزيدو الطحين بشوية بشوية، بعد ما خلطنا الطحين ديالنا كامل، غنزيدو الشوكولا اللي ذوبنا مع الزبده كامل. بعد ما خلطنا زدنا الشوكولاط كاملة، نخلطو بشوي بشوي. بعد ما تخلط الشوكولاط ديالنا مزيان، باقي لينا دابا سي القرقع، نزيدوه ونخلطوه. خلطو حتى هو مزيان. بعد ما خوينا الكيكه ديالنا
في المولني زدنا لها دي مورسو دو شوكولاط دي بتيت بيبيت هادشي اللي بغا يزيدو يزيدو ما بغاش ما يزيدوش ما يزيدوش ماشي مشكل غن بعد ما سخنا الفران ديالنا 180 درجه غنخليو الحلوه ديالنا لمده 20 دقيقه ولكن بقاو كونترول 20 25 كونتروليو الحلوه يلا اونيوا هبروني ديالنا وجد بصحتكم وراحتكم.